باريس هي في الحقيقة شيء لهم جدا، أن التلاميذ لما يمشيوا للمؤسسة التربوية يمشيوا باش يقرأوا، يمشيوا باش يتعلموا. وشيء لهم جدا خاصة الشيء اللي كان صرا في المؤسسة هذيك، أن التلميذة كانت كانوا وصاوها ولكن خرجت في لاكو، وفي هذه المدرسة راها مدورة جوار عدة عمارات و دونك دو مانيير تري اوستونتاتوار. هذه هي. وما عندنا الامكانيات لما التلاميذ ويكون عندك عدد كبير ولازم يفوتوا من عدة مراحل. دونك بالنسبة للمدير المؤسسة في مارس باريد دارت غير خدمتها فقط، وما كانش مؤسسة هنا وين التلاميذ. انت راه عندك 1000 تلميذ، دونك انت كأب لما تبعت وليدك او بنتك لماذا؟ دونك حنا نظنوا بلي هذه الممارسه تندار في الدار في المنزل، ولما يروحوا للمدرسه الدور المدرسه وهي تعليم وتعلم. شكرا.